الاخوه السلام عليكم. كنت عطيت واحد الموضوع، فاش دايري ديريكت ندخلوا الموضوع، ما كاينش داك البدايات. فكنت عطيت واحد الموضوع اخوتي على شنو هي السيرفرات او الاجهزه اللي كتمثل لك، اللي كتخول لك انك تشارك في الاشتراكات الفي اي بي. الفي اي بي اخوتي كنا ديجا عرفناه، فهي اشتراكات خاصه فقط من اجل فتح الباقه البنفسجيه، فتح القنوات الرياضيه جهه النايلسات، هادشي اللي كنشوف فاتحين في النايلسات، وفتح القنوات الترفيهيه في جهه البادرسات او في جهه السهيلسات. يعني الباقات الترفيهيه فيها الموفي واحد، الموفي جوج، الموفي ثلاثة، الموفي أربعة، فيها الدراما واحد، فيها سيري واحد، فيها بطبيعة الحال بي بي سي أرث، كنظن مشهورة، اسم على عالم كما كيقولوا. فيها الاف ار، يعني البي ان اف ار واحد وجوج وثلاثة، والبي ان اف انجليش واحد. هادو راه ماشي بحال ديال البيين اللي كاينين في الاسترا، فمختلفين في الحقوق وفي البت. فماشي بحال البي ان اف ار واحد وجوج وثلاثة اللي كاينه في استرا، ماشي بحالها اللي كاينه يعني في البادرسات، فكاين واحد الاختلاف. فبينت الاجهزه اللي كتفتح الفي اي بي، يعني طرحت الموضوع راكم شفتوه. دابا هاد النهار هذا غنجيو شكون هي المعالجات اللي مخول لها انها تفتح الاس بي 1. الناس اللي على برا ما تشارجيوش السيرفر فور ايفر، عادي، راه غير غتخسروا فلوسكم في الخوا الخاوي. يعني راه ملي غادي تدفع فلوسك والسيد غادي يخرج داك الكود ويديرو في البانيل، وكما وقعت لي مع واحد الاخ من اسبانيا، فقال لي عمر لي الفي اي بي، فجيت نعمر ما بغاش يدوز لي لاوروبا. كذلك الفوريفر عادي، راه الا جيتي تعمروا الناس اوروبا وسيرتو الناس اللي مجاورين معنا، الناس ديال السبليون، فراه ما كيدخلهمش الفوريفر عادي، خصهم ياخذوا الفوريفر اس بي 1. كذلك الناس اللي في المانيا، في اسبانيا، في ايطاليا، او في البرتغال، او في المناطق الاوروبيه اللي كيستغلوا، او النمساويه، لان كاين واحد الاخ من النمسا من المغرب كان عمر عندي الاس بي 1. فالاس بي 1 خاص بالقنوات ديال سكايات. سكايات فيها ديال الالمان، فيها ديال بريطانيا، وان شاء الله راه جايه سكاي ايطاليا. الناس كيسولوني راه هكا كنتو كتضحكوا على البيين، فاش كنا كنقولوا راه غادي تفتح البيين هكا كنتو كتستهزئوا وكتضحكوا، وخرج بزاف ديال الهضره. فاش كنقولوا شي هضره راه شوف راه اي حاجه كتجيب وقتها. بالنسبه للسكايات راه حتى شي واحد ما كان كيقول بان السكاي بريطانيا غادي تطيح، او السكاي ديال المانيا غادي تطيح، او ولكن راه طاح. حتى السكاي الايطاليه راه طايحه. شنو هو كيلزم الوقت، وكيشوف الفريق شنو فين غادي يخرجوا المخرج ديالو، واش يديرها في الاس بي 1، واش يديرها في الفي اي بي، واش واحتمال كبير ديال 90% غادي يحطها في الاس بي 1. واش غادي تزاد الثمن؟ بطبيعه الحال غادي تزاد الثمن ديال الاس بي 1 الا مشاو دخلوا السكاي ايطاليا، راه غادي تزاد الثمن. دونك غادي نمشيو للمعالجات اللي كتفتح الاس بي 1. فانا موجد الاجهزه، فكاين بطبيعه الحال الاتومو، فاللي غادي يطلب لي اتومو راه هذا راه خاوي، ما تقولوش ما بغيتش نبيعو. هذا اخوتي كان ضايع، كان واقع مشكل ديال البوت، وصلتو للشركه ديال الايكولانك بقى تما من داك الساعه ما رجعليش. واش خدا شي واحد اخر، واش هذا، المهم هذا بحال كتقولوا ضعت فيه. فهذا كنت رسلتو للاخوه في الشركه ديال الايكولانك، ولكن ضاع تما. فكاين الايكولانك اتومو، وان شاء الله راه غادي يخرج الجديد ديالو، غير هو غادي تعطل شي شويه، يعني الشبيه ديال الاتومو غادي يخرج، غير هو غادي تعطل شي شويه. كذلك التلفزيون عندها الفيزيون ايدج، فهو اللي المعالج ديالو اللي هي سيليكون، فحتى هو خاص يعني بالاس بي 1، بالكودات ديال الاس بي 1. فقلت الجهاز ديال اتومو، كاين اتومو، فاتومو كيفتح سكاي. ففاش كتجي تعمر الاس بي 1 فكيعطيك 12 شهر ديال الفوريفر، يعني مثلا كانت عندك 3 شهور ديال الفوريفر او 14 شهور ديال الفوريفر، فكتزاد لك 12 شهر وحده اخرى و12 شهر ديال سكاي. فما تدخلش سكاي مع الفوريفر عادي. ففاش كتبقى لك مثلا 4 شهور ديال الفوريفر عادي مازال عندك في الجهاز، مثلا اتومو مازال عندك 4 شهور باش يتسالى. فإلا عمرتي الاس بي 1 غيولي عندك في الفوريفر 18 شهر، 16 شهر، 4 شهور زائد 12 غيولي عندك 16 شهر و 12 شهر ديال السكايات اللي فيها السكاي لحد الان، سكاي المانيا والسكاي ديال بريطانيا. من بعد تقدر تزاد، واحتمال كبير تزاد السكاي ديال ايطاليا. الاجهزه ديال الهي سيليكون كاينه في ستارسات اكس 4، هذا فيهم المعالج ديال الهي سيليكون، تاعدو كيفتحوا الاس بي 1، تاعدو يعني معنيين بالكود ديال الاس بي 1. كاين بطبيعه الحال الاكس 7،
غنية على التعريف بلا ما الاخر لي اكس 7 وكاين الاكس 2 ستارسات اكس 2 حتى هو كيفتح هاد الاخر. بالنسبه للناس اللي كيسوني على البوت فالمشكل البوت راه ما بقاش، اللانشر راه مازال غادي يطوروه، لان فاش كتخرج النسخه الاولى او السوفتوير الاول فكتكون بعض المشاكل، مثلا ما كيفتحش البلوتوث او مثلا كبلوكاج في بعض، ولكن من بعد كيولي كيتطور السوفتوير، يعني السوفتوير ديالو مازال غادي يتطور. وعلى حساب الاخبار ديالي ولكن راه مازال ما يظهرش، راه عنده لانشر جديد راه كيخدموا عليه، يعني غيكون عنده لانشر جديد. اما لانشر القديم فتحيد، داك البنفسجي اللي كان كيوقع اللي كان كيعطيهم المشكل ديال البوت راه تحيد. دونك كاين الاكس 2 كاين الاكس 7 وكاين الاكس 4 وكاين الاكس 55 وكاين الاكس 1. الاكس 1 راه عندي واحد حتى الاكس 1 خاص ب يعني فيه الاس بي 1. الفرق ما بين الاكس 1 والاخرين هذا فيه الاندرويد 8 وهادو فيهم الاندرويد 9، هاد الاكس 4 والاكس 2. الاكس 55 الفرق ما بينه وبين هادو، الاكس 55 فيه المعالج ديال الروك شيب، هادو فيهم المعالج ديال الهي سيليكون. دونك هذا هو الفرق. دونك على حساب هاد الهضره هادي اللي قلنا، فالمعالجات الخاصه بالكود ديال اس بي 1 كاينه ال ال اس 6121 وكاينه ال ال اي ام 35 31 هادو كاينين في الجيون وسيرتو 40 بلس. ففيه واخا هو عادي ماشي فوركي، وهذا الشيء تعجبت له انا، لان الجهاز اللي عند الجزائريين جيون 40 بلس رغم انه ماشي 4K ولكن كيحمل واحد المعالج اللي سميتو ال ال اي ام 3521. فهاد المعالج هذا كيفتح القنوات، يعني مكابطي، يعني كيكابطي هاد السيرفر ديال الاس بي 1. دونك المعالجات كاين ال ال اس 6121 اللي كاين في الاتومو، كاين في ستارسات 200 اكستريم 4K وكاين في ستارسات 220 4K. كاين المعالج ديال ال ال اي ام 3521، كاين في بعض المعالجات ديال الجيون، مثال جيون 4040 بلس. صافي الخوت، نجيو للمعالجات الاخرى. كاين في المعالجات اللي فيها ستارسات اكس، كاين ستارسات اكس 1 اكس 4 اكس 2 اكس 7 واكس 3 واكس 1 برو. كنظن شي اخوه من السعوديه راه عمرو عندي الاس بي 1، وعدد كبير ديال الاخوه السعوديه وكذلك في الكويت عمرو عندي الاس بي 1 عن طريق ستارسات اكس 1 برو والاكس 3 برو موجود عندهم. بالنسبه للفيزيو ايدج كذلك عنده المعالج ديال الهي سيليكون، يعني هادو اللي ذكرت دابا عندهم المعالجات ديال الهي سيليكون وكيفتحوا حتى هما مادابتين مع الاس بي 1، يعني كيقبلوا الكود ديال الاس بي 1. وكاين المعالج الاخير اللي كاين في واحد الجهاز اللي هو اكس 55، ففيه المعالج ديال الروك شيب، غير هو اقل كفاءه من هاد الهي سيليكون. هادو عندهم معالجات قويه. دونك اخوتي غادي نلخص كلشي، فكنا كنهضروا على الاس بي 1، قلت الاس بي 1 هو فاتح، هو كود ديال الفوريفر، فاتح للباقات ديال سكاي ايطاليا، ان شاء الله ايطاليا، ان شاء الله المانيا وبريطانيا، يعني بنادم اللي كيهتم بريطانيا. هاد الكودات هادي غاليه شي شويه، مجموع فيها الكود الفوريفر زائد سكايات، مجموع فيها الكود الفوريفر 12 شهر والسكايات 12 شهر. فاش كاينه؟ كاين في المعالجات ديال ال اي 6121 اللي كاينه في الاتومو ستارسات 220 و200، وكاينه في بعض المعالجات اللي عند الجزائريين بحال جيون 4040 بلس اللي فيه المعالج ديال الام 3521، وكاين في المعالجات ديال الهي سيليكون اللي كاين في الاكس 1 برو الاكس 3 برو الاكس 2 الاكس 3 الاكس 4 والاكس 7 والاكس 1 العادي. المعالج الاخير وهو الروك شيب كاين في ستارسات اكس 55. تبارك الله عليك.